سئل الإمام الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها. ومن أعمال يوم النصف من شعبان فقد روي عن النبي الأكرم محمد إنه قال: إذا صار النصف من شعبان فاقضوا ليلته بالعبادة ويومه بالصيام. ومن مستحبات يوم النصف من شعبان زيارة الإمام الحسين عليه السلام وزيارة الإمام الحجة عليه السلام. ومن الأدعية الواردة دعاء العهد ودعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. سيدي يا صاحب الزمان، مهما طالت الدهور وتتالت العصور لن نزداد فيك إلا حبا ويقينا وانتظارا وتمهيدا لقدومك، لنبذل بين يديك الأنفس والأرواح. وأما الآن مع ضيفنا من ولاية الخابورة الرادود محمد زايد ليصدحنا بأسماعه وجلواته، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة، ألا وهي مناسبة مولد منقذ البشرية الإمام صاحب العصر والزمان. ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى وقبول الأعمال، صلوا على محمد وآل محمد. منك الفضائل فوق ما نتأمل، يا ابن النبي فأنت نعم المؤمل، يا صاحب الأمر العظيم مكانه، لك نهضة كبرى لها نتعجل، يا حلم أحمد يا شجاعة حيدر، يا منقذا ما زال عهدك يؤمل، يا نور فاطمة البتول وفخرها، يا ابن الذين بطهرهم يتوسلوا، يا نهضة الحسنين رفضا للخنا، يا صبر من ضحوا ولم يتزلزلوا، في النصف من شعبان أشرق كوكبون من نوره الآفاق تفتأ تنهل. صلوات أول ما نبدي وش نقول؟ لا إله إلا الله، ألف الصلاة على الرسول، لا إله إلا
هلا بيك أول ما نبدي وش نقول ألف الصلاة على الرسول عندك أول ما نبدي وش نقول لا إله ألف الصلاة لا إله إلا الله أول ما نبدي وش نقول ألف الصلاة على الرسول الكل يرفع يده الكل يرفع في يدنا ورد ما شاء الله اليوم بعد أول ما نبدي وش نقول ألف الصلاة على الرسول يقول هالليلة سامر ازهرت بنواره هي والله هالليلة سامر ازهرت بنواره اي والحور زفت للملك لبشاره إيه هالليلة سامر ازهرت بنواره إيه والحور زفت للملك لبشاره إيه من حامي جاره جاي حامي جاره إيه والجنة طشت عالسماء ازهاره اي والليلة وجهه أسرجه لا إله عجل فرجه أول أول ما نبدي وش صوتك لا إله ألف الصلاة لا إله أول ما نبدي وش نقول الله طير المودع الولادة يشدي الحجة غير بمهجتي ما عندي الله طير المودع الولادة يشدي الله الحجة غير بمهجتي ما عندي الله يا حاد شوقي ليه لما تحدي الله الروح قبل نادته يا مهدي الله الروح قلب نادته اي والله ذخر للموالي الله ذخر للموالي للنجاه لا إله عجل فرجه الله أول ما نبدي صوتك لا إله الله ألف الصلاة لا إله أول أول لا إله ألف الصلاة الله آية جمال بكل زمن معروفة الله كعبة بقلوبنا والمحبة الطوفة الله آية جمال بكل زمن معروفة الله كعبة كعبة بقلوبنا والمحبة الطوفة الله الكون كله بأمره تحت جفوفه وحرز السلام لو قرين حروفه الله وحرز السلام لو قرين حروفه الله هذا الإمام المرتجى الله إلهي عجل فرجه أول أول ما نبدي وش نقول الله ألف الصلاة على الرسول
أول ما نبدي وش نقول؟ الله ألف الصلاة على الرسول. والله من جمالك من جمالك أخوتها، من جمالك من جمالك يا وارث علم جدك، من جمالك من جمالك جمال الجنة ما أخذ من جمالك. أخوتها يا وارث علم جدك، من جمالك من جمالك جمال الجنة ما أخذ من جمالك. جمالك كنوز الدنيا كلها من جمالك. جمالك تصدق سيدي بنظرة علي، تصدق سيدي الله، تصدق سيدي بنظرة علي، والله فجرها فجرها خاخوتها فجر نورك بزق كون، فجرها فجرها فجر نورك بزق كون، فجرها وينابيع الشهد حبك، فجرها فجرها إلك محتاج، إلك محتاج، إلك محتاج أمد إيدي بفجرها، إلك محتاج مولاي، إلك محتاج أمد إيدي فجرها كريم أنت وإلك مديت إلي، كريم أنت وإلك، كريم أنت وإلك مديت إيدي. من وعينه أخوتها من وعينك كل شيء على ظهورك، من وعينه ولا بايعنا غيرك، من وعينه عليه على حبك وعينه، من وعينه يا مهدي وننطر الطلعة البهية، يا مهدي وننطر يا مهد وننطر. ولا طار ولا طار ولا طار ولا طار يا فجر الماقش عليله، ولا طار ولا طار نزل طير السعد عدنا، ولا طار ولا طار إذا يقتل محب عنه، ولا طار من المحبوب ينطيها الهدية بصلوات. هالليل ولد حامل حمية بايعناه بيعه على الحلوة وعلى المرة نطيعه، بايعناه بيعه هالليل نولد حامي الشريعة، بايعناه الله على الحلوة وعلى المر نطيعه، بايعنا الليلة ليلة ولد حامي شريعة، بايعنا بيعه على الحلوة وعلى
نطيعه بايعنا ها اخوتها ها اموالها يلي بصورة المختار يلي بصورة المختار من حسنه وجماله تصير ها شيعها يلي بصورة المختار من حسنه وجماله تصير ومن تظهر تحيم أقرار ومن تظهر تحير أقلام وبوصفك يعجز التعبير وتفسيرك يا راعي الثار بنفسه يعجز التفسير من هو بأوصافك وحدة بس من هو بأوصافك ها من هو بأوصافك حلمك والطافك من هو بأوصافك حلمك والطافك تبهر من شافك يا المهد بحسنك آية تبهر من شافك تبهر من شافك يا المهد بحسنك آية ها خوتها لو تظهر زليخة بيوم تظهر يا القمر الأزهر ظنها يوسف المقصود بس صاير حلو أكثر والنسوان التقطع عيد وكل كفوف تتوذر ويوسف هالشيعة تعلن هالبيعة يوسف هالشيعة تعلن هالبيعة يا مر ونطيعش ما يطلبنا اللبية يا مر ونطيعش ما يعطينا اللبية اش ما تطلبنا اللبية يا مر ونطيعش ما يا مر ونطيعش ما طبنا اللبية صلوات يا مهدي يا مهدي هالليلة ميلادك يا مهدي يا مهدي تحلى اليوم أعيادك يا مهدي هالليلة ميلادك يا مهدي تحلى اليوم أعيادك يا مهدي يا مهدي هل ذاك يا مهدي يا مهدي تحلى يا مهدي راسم لك قمر في هالليل يا مهدي يا مهدي راسم لك قمر في هالليل وانظر على خدود القمر تهاليل قل لي شبهك هم سمعت ترتيل سارق جماله منك وبالتفصيل سارق جمالك ومنك وبالتفصيل بجمالك رب الكون الزادك يا مهدي يا مهدي تحلى اليوم يا مهدي يا مهدي هالليلة ميلادك يا مهدي تحلى اليوم كل الجمال اليوسف انوجد بيك كل الورود الحالمة تغار عليك شايف جمال الدنيا من يناجيك وين اللي يقدر هالمسا يجاريك وين اللي يقدر هالمسا يجاريك تصاوير ماخذ من اجدادك يا مهدي يا مهدي تحلى اليوم الله يا مهدي يا مهدي هالليلة يا مهدي أعيادك صلوات هيلي يا الله هيلي يا الله
هيلي يا الله حدار إمامي، هيلي يا الله، هيلي يا الله، هيلي يا الله حدار. الكل يرفع يده، هيلي يا الله، هيلي يا الله حدار صوتك، هيلي الله الله، هيلي الله، الله حدار إلا في الخليف، هيلي يا الله، هي حدار، هيلي يا الله. وحد وحد، هيلي يا الله، هيلي يا الله، هيلي يا الله. هيلي 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 يا الله، هيلي هيلي يا الله، هيلي دبوني بوسط البحر، دبوني بوسط البحر، ما هابنا الحيتان، ما ما هاب الإنسان، لو راد هذا البحر، لو راد هذا البحر يغدر بي، أصرخ يا علي يا علي يا داحي البيبان. يا مال أفضل الصلاة، أم الحنونة كم في حملها تعبت، وكم ليال لها ما عينها هجعت، فصرت أدعو لها ما شمسنا طلعت، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أفضل الصلاة.